انضم الينا من دبي رائد الخضر رئيس قسم الابحاث في مجموعه اكويتي. رائد، دعنا نبدا بهذا الموضوع، لماذا تنطبق المخاوف على الاسهم ولا تنطبق على النفط؟ بشكل كبير النفط يعني تعرض للكثير من الضغوطات خلال تعاملات العام الماضي، واعتقد يعني هناك بالنسبه للنفط الصخري على وجه التحديد تعرض لنزف كبير، ومن المتوقع ان يمتد هذه الضغوطات عليه للعام القادم. ضغط النفقات، الاقتراض الشديد، الافراط في الاقتراض للتعزيز، اعتقد يعني اثر على النفط، ولكن النفط الذي يحركه بشكل اساسي هو الطلب. الطلب المستقبلي، أعمال بالنسبة لأسواق الأسهم فهناك يوجد الانتقائية، وبالتالي قد ترتفع بعض المؤشرات، ولكن هناك انتقائية في سلوك المستثمرين في اختيار الأسهم التي تتفاعل بشكل إيجابي والتي تقلل نوعا ما من الآثار السلبية للسلالة الجديدة أو حتى الوضع بشكل عام. فآفاق إيجابية ممكن تشوفيها لأسواق الأسهم، بينما النفط أعتقد الضغط عليه أكبر في الفترة القادمة، ويحتاج لمزيد من الحزم التيسيرية، ليست من الولايات المتحدة الأمريكية فقط، وإنما أيضا من أوروبا وباقي الأرجاء. وأيضا هناك ربما مخاوف المزيد من الإغلاقات، يعني الآن نسمع عن ظهور السلالة الجديدة في 5 دول إضافية. تحدثنا منذ بداية الحلقة رائد أن قاعدة وول ستريت هي إذا لم تنهار السوق مع الأخبار السلبية فالاتجاه صعودي. برأيك إلى أين تتجه الأسواق اليوم مع السيولة المرتفعة التي نراها فيها؟ ممكن جدا أن تستمر الأسواق بالارتقاء على الأقل يعني خلال تعاملات هذا الأسبوع، بينما الأسبوع القادم نظرا لوجود الفوليومز أو الأحجام التداول المنخفضة ممكن أن تتعرض لنوع من التقلبات الحادة، ولكن استقرار نوعا ما في رينج معين، وأن تغلق الأسواق نهاية تعاملات هذا العام بانتظار مزيد من البيانات خلال العام القادم ومزيد من الآمال بتحفيز الاقتصاد بشكل أكبر. وول ستريت تلقت مزيد من الارتفاع، ولكن هذه الارتفاعات لا تنعكس بعد على واقع الاقتصاد. من المهم جدا أن نعي أنه هو يجب أن لا تكون كبيرة ما بين الوول ستريت والمين ستريت، ما بين أسواق الأسهم وبين واقع الاقتصاد. كلما اتسعت هذه الهوة، نتذكر ما حدث في عام 2008 والكولابس أو الانهيار الاقتصادي الذي حدث، وأيضا انعكس على أسواق الأسهم. بالتالي هذه التصحيحات التي نشهدها في أسواق الأسهم هي صحية نوعا ما بالنسبة للأسواق، وممكن أن تكون أكثر اتساعا متصفة بالفولاتيليتي أو التذبذب الواسع. فقط رأينا بالأمس فقط تراجع، تفاعل مباشر مع الأخبار، ولكن اليوم قلنا للارتفاع. في عندنا سيولة عالية مايا بالأسواق، والمستثمرين ميالين أكثر إلى الدخول في هذه الأسهم في ظل وجود سياسات تيسيرية وتحفيزية ضخمة. بالتالي يعني لا ملاذ آخر بالنسبة للمستثمرين إلا الاستثمار بأسواق الأسهم في الوقت الراهن، والاستفادة من الهايبر انفليشن أو الخروج من المرحلة التضخم المنخفض والارتقاء عندما يحدث فعليا شرارة ارتفاع مستويات التضخم بشكل كبير، وبالتالي ارتفاعات أكبر في أسواق الأسهم. ولكن إذا لم نربط ذلك مع تعافي فعلي على واقع الاقتصاد وغياب شبح كورونا بشكل كبير وعودة الاقتصادات للانفتاح بشكل أكبر، ولا نكون مهددين بأن يعود إغلاق اقتصادي، أي إغلاق اقتصادي يستمر لأكثر من أسبوعين ستكون آثاره سلبية وكبيرة جدا على الاقتصاد، ويجب أن تلحق به الأسواق يعني بواقع بفارق أسبوعين إلى 3 أسابيع. نلاحظ الأسواق مباشرة تنعكس سلبا على واقع البيانات الاقتصادية التي تبدأ بالصدور بنتيجة الإغلاقات الاقتصادية. بالتالي لذلك نتوقع أنه ممكن يكون عندنا في دب بعض الشيء أو انخفاض بعض الشيء مع مطلع تعاملات العام القادم، بانتظار حزمة تحفيز جديدة وإعلانات، لأنه حزمة التحفيز التي تم إعلان عنها غير كافية على الإطلاق، ولكن نعم. الوعود بمزيد من الحزم هو الذي سنتحدث بمزيد من التفصيل عن حزمة التحفيز لاحقا. رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة أكويتي كنت معنا من دبي، شكرا جزيلا لك.